ملء المواجهه، واكيد من جديد نعتذر اللي في خلال الدقائق الاخيره عن قطاع البث المباشر وذلك بسبب انقطاع في التيار الكهربائي هنا في الملعب وذلك لسوء الاحوال الجويه. نتابع الشكر خاص بالزملاء لانه رغم ذلك فتمكنوا انه ياخذوا اللقطه بعد مباشره بعد ما وصل اكيد العوده ديال التيار الكهربائي بين مارونغو. التمريره ممتازه من الجهه اليمنى اللي تمكن من وضع الكره في الشباك، كانت فرحه كبيره للاعبي فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. وبالتالي الرجاء تمكن في نهايه الشوط الاول من تسجيل الهدف الاول بواسطه الكونغولي بين مارونغو، واحد من الانتدابات المهمه بالنسبه لفريق الرجاء المكانه ديالهم في صوره فريق الرجاء في الوقت اللي كنتابعوا من جديد الهدف ديال فريق الرجاء. التمريره كانت ممتازه من سفيان الرحيمي بين مالونغو اللي حصل على الكره وبالتالي كيوضع الكره في الشباك ديال الحارس ياسين القواطي، واللي من خلال كان هناك اصطدام هجومي لفائده فريق نهضه زنابره. لعبت الكره دائريه تدخلت فرصه كانت تسديده قويه نهضه زنابره مباريات من اجل امتاع الجماهير ومن اجل كذلك انه يعني نرفعوا من القيمه ديال الدوري الاحترافي. هذه فرصه تسديده عرضيه ولكن كانت ديال مروان صامت المباركي زكريا الوردي تمرير دي فرصه سفيان رحيمي ممتاز رحيمو الهدف الثاني لفائدة فريق الرجاء سفيان رحيمي عمل كبير وتمكن انه يعني يراوغ ويسدد نحو المرمى. اعتقد انه حامد عدد هو اللي كمل الكره للشباك، وبالتالي هدف ثاني لفائدة فريق الرجاء. هدف اكيد اللي جاء بعد ما تبعنا كان هناك ضغط ديال فريق نهضة الزنابرة، ولكن الرجاء كيتمكن من الوصول من جديد لمرمى الحارس مهدي الجرباوي. اذا حميد احداد هو اللي كمل الكره تبعه من جديد. هنا كانت يعني التمريره ممتازه من محسن متولي، المراوغه ديال سفيان رحيمي كيمرر، وهنا المتابعه ديال حميد احداد يوضع الكره في الشباك معلنا الهدف الثاني لفائده فريق الرجاء. لاحظوا العمل الكبير والمراوغه ديال سفيان رحيمي لعماد عطف الله يسدد نحو المرمى واحداد يضع الكره في شباك الحارس الجرباوي. اذا بجوز الصفر لفائده فريق الرجاء. التغيير الثالث والورقة الثالثة اللي كان عليها يوسف تشوف الزاوية عبد الصمد البارتي لعبت الكرة دائرية وهدف جميل. هدف جميل لفائدة فريق نهضة السنابرة. عبد الصمد البارتي مباشرة من الزاوية قلت بأن حتى يعني الظروف الملاقية كانت تساعد فريق نهضة السنابرة لو يتم استثمار هذا العامل على نحو جيد. عبد الصمد البارتي كان عنده كيلعب بالفرعات الدائرية. لاحظوا الفرحة حتى ديال المدرب يوسف تشوف أنه هدف هذا التوقيت مهم جدا بالنسبة لفريق نهضة الزنابرة من أجل العودة. لاحظوا عبد الصمد لمباركي تلعبات الكرة مباشرة للمرمى، خصوصا أنه كان خروج ديال الحارس محمد بوعميرة، وبالتالي التقدير ديالو للكرة لم يكن تقديرا صحيحا، وبالتالي الكرة تعانق الشباك. هدفين لهدف واحد في مباراة الآن مفتوحة على كل شيء، بإمكان نهضة الزنابرة أنه يضيف هدف ثاني.